نعم، تحية طيبة لكم الزملاء. يعني حادثة وفاجعة تهز مدينة كربلاء وشارع الكربلائي حدثت في منطقة حي البلديات يوم أمس مع الساعة 5، وذلك من خلال مشاجرة أدت إلى مقتل 2 وإصابة 4 آخرين بجروح. نتواجد الآن أمام دائرة الطب العدلي في محافظة كربلاء، وبحسب المصابين الذين رووا لنا الحادثة أن هنالك شخص قد أقدم على محل بيع الأصباغ في منطقة حي البلديات وأطلق النار على العاملون بهذا المحل، مما أدى إلى إصابة 4 من الأشخاص، منهم 2 من باكستان و2 عراقيين، وأيضا قتل 2 بدم بارد. هذا هو ما رواه يعني المصابين الذين المتواجدين هنا أمام الطب العدلي، وتبدو الصورة واضحة أمامي كما تشاهدون الآن، يعني تشيع المتوفين نتيجة هذه الحادثة التي حدثت في محافظة كربلاء بمنطقة حي البلديات. الآن التشيع الآن يبدأ، نعم كما تشاهدون عملية تشيع القتلى الذين سقطوا يوم أمس على أثر تلك الحادثة في منطقة حي البلديات. يعني يجب أن يكون هنالك دور للقوات الأمنية، ذوي الضحايا طالبوا بفتح تحقيق عاجل بهذه القضية، وأيضا تدخل سريع من قبل حكومة كربلاء المحلية. حقيقة يروي يعني أحد المصابين بهذه الحادثة أن قد أقدم شخص في سيارة ويعني من سكنة هذه المنطقة واعتدى عليهم لفظيا، من ثم ذهب وأحضر السلاح ويعني قتل 2 منهم وأصاب 4 آخرين، منهم 2 من الجنسية الباكستانية من يعملون في هذا المحل، وأيضا 2 عراقيين يعملون أيضا في هذا المحل. حقيقة إلى غاية اللحظة أسباب هذه الحادثة هي مبهمة لدى المصابين لدى ذوي الضحايا، ونحن ننتظر ما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات القادمة، وأيضا بانتظار حقيقة تحقيقات قيادة شرطة كربلاء حول هذه الحادثة. ندعكم الآن وهذا التصوير الحي من أمام الطب العدلي في محافظة كربلاء وتشيع القتلى. مشاهدينا متواصلون معكم بنقل الصورة مباشرة من يعني أمام الطب العدلي في محافظة كربلاء. علي.